مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة نتحداك في نص ساعة. الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وهو يحاول أن يبحث ويكتشف مصادر الطاقة التي يمكن الاستفادة منها، وعلى مر العصور استطاع الإنسان أنه يطوع الطبيعة بشكل أو بآخر من أجل منفعته ومن أجل الحصول على الطاقة والحصول على التكنولوجيا. في السنوات الأخيرة كثر الكلام عن الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، الطاقة التي يمكن أن تستغل في حال نضوب النفط. في هذه الحلقة محور حديثنا ومفتاح 100,000 هي الطاقة البديلة، خليكم معنا. صباح جميل، لكن سبحان الله، يعني احنا بنتكلم عن الطاقة الشمسية، الجو اليوم غيوم مطر، يعني على أصحاب الطاقة الشمسية اليوم سيء، لكن على المتحدي إن شاء الله يكون يوم طيب. خلنا ندور على متحدي، نشوف إذا فيه شخص قادر يكون هو المتحدي في هذه الحلقة ولا لا. خلونا نتابع نشوف الأخوان. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله، كل عام وانتم بخير جميع ان شاء الله. عرفني عليك. عبد الله صالح، ابو عصيده من الحديد. ابو عصيده، نعم. ايش رايك اليوم ب 100,000؟ والله ما نكره على 100 ولا زيادتنا، ايش بنقول من شيء. الطاقه الشمسيه، ايوه، تستخدم انت؟ اي نعم. ايش اهميه؟ والله بالنسبة أهميتها الوقت الراهن، أحس بحن ما بش كهرباء وكذا، قد لازم نستخدمها نستضيء الليل وتلفونات يشحنها وكذا، ما عاد يستطيع الناس يمشوا ليهم إلا بالشمسية لا ما بش كهرباء. الحياة بدون كهرباء مش حياة. ليش؟ عدم بالماء بجميع الحاجات. طيب، الثلاجات واقفة، كل حاجة، التجارة واقفة، جميع الحاجات واقفة. الكهرباء مورد كل مواطن، يعني احنا ما نشتغل على كهرباء، المحلات ما يشتغل على كهرباء. بس اجدادنا زمان ما كان في كهرباء وكانوا عايشين ومرتاحين. اخي قالوا لك، يقول مثلا، يقول كل حدث الحديث. زمان كان في يمكن طاقه بديله او حاجه بديله، بس الان عصر التكنولوجيا اي حاجه يشتغل بالكهرباء. تلفون والتلفزيون. انا عملي حتى مع التلفونات معطل لي 3 شهور، مسكر 2 محلات، ما فيش كهرباء، طباعه، تصوير، هندسه، بدون كهرباء. بالبيت يعني قادر يعني تعيش بدون كهرباء، لكن بالمستشفيات، بالمصانع، ضرورية. لها أهمية كثيرة، يعني أهمية إضاءة للناس ونستفيد منها كثير. أنت بالنسبة لك الكهرباء يعني؟ يعني زي ممكن تستغني عنها؟ لا، ما ممكن تستغني عنها. طيب، هذه اليومين في مشاكل في الكهرباء، كيف بتعمل؟ بديل الطاقة الشمسية يعني. إيش أنواع الطاقة البديلة؟
ما بيش طاقة بديلة الآن حاليا إلا هذا الشمسية بالنسبة لهذا الموضوع. في ناس بيستخدموا الرياح؟ فيه الرياح هذه لها فترة نسمع بها هذا الرياح، لكن عندنا احنا ما قد وصلت شيء، ولا يقولون عادي أفضل بالمياه. بالرياح. طيب أنا بسألك سؤال، إذا جاوبت 100,000 بداية إن شاء الله. الخلايا الشمسية مين اخترع؟ خلايا شمسية عندك كيف؟ خلنا نشوف برضو الشباب. ها؟ نيوتن. نيوتن قديم. مو نيوتن. طيب. خلنا نشوف برضو الشباب. يعني أحاول إنه أنا ألاقي متحدي اليوم. مش عارف يعني الموضوع. ما عندك فكرة؟ ما عندي فكرة و. على الألواح الشمسية، الخلايا الشمسية، من نيوتن اخترعها روسل أوهول على ما أعتقد، العالم الأمريكي. إيش رأيك؟ روسل أوهول. هو مش روسل، هو صح إجابتك يعني راسل أوهول. راسل أوهول. وانت في الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية. ايش من إدارة أعمال. اسمك؟ عامر الزهين. عامر الزعيم راسل أوهل صح؟ ايوه راسل أوهل. اخترعها بعد نظرية إدموند الفرنسي، العالم الفرنسي. قلت لي ايش من إدارة أعمال. وش دخل إدارة الأعمال؟ لما نسوي مع البحوثات المشاريع التخرج وهذا، فنضطر نحن نسوي بحوث جديدة. كم السوق الجديد؟ راسل أوهول اخترعها بعد نظرية إدموند الفرنسي، لما قال إنه إذا تعرضت الطاقة للضوء، موصل كهرباء للضوء بموصل مثل السيليكون أو الزجاج، فهو يشحن كهرباء. فلما وجدت الأشعة اخترعها. برافو عليك يا عامر، برافو عليك. راسل أوهول فعلا مع إدموند العالم الفرنسي كانوا هم الاثنين بيعملوا ابحاث واكتشفوا انه الخلايا الشمسيه بتوصل كهرباء عبر محلول اضافي. يعني معلومات عامر افضل من معلوماتي. برافو. عامل بحث على الموضوع هذا؟ اي مسوي لنا بحث في اداره الاعمال. في اداره الاعمال. مشروع حلو حلو. طيب يا عامر برافو عليك، انت حطيت رجلك الان على الميه. برافو. الان الخطوه الثانيه هي الاهم عشان تاخذ ال 100,000. جاهز؟ بسم الله. قل لي ايش تحدي. تحدي اليوم صعب. ما فيش حاجه مستحيله. تتوقع؟ بسم الله. طيب خلونا نطلع مشاهدينا الكرام فاصل، وبعد الفاصل نرجع احنا واخونا عامر. خلنا نرجع بعد الفاصل احنا وعامر الزعيم، نستعد للمهمة حيعرفها عامر وحتعرفوها انتم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. مشاهدي الكرام، قبل الفاصل التقينا بالأخ العزيز عامر الزعيم، سألنا سؤال، من هو مخترع الخلايا الشمسية؟ هو راسل أوهول العالم الأمريكي اللي حاول مع عالم فرنسي أو استطاع مع عالم فرنسي أنه يطوروا الخلايا الشمسية، واللي نتج عنها الألواح الشمسية اللي أنتم تعرفوها واللي احنا شايفينها الآن منتشرة في كل مكان، أصبحت واحدة من أهم البدائل للحصول على الطاقة الكهربائية. وإنت اليوم دورك توفر لنا طاقة كهربائية. قل لي الآن حتروح مهمتك اللي حتقرر إنك تأخذ 100,000 ولا لا،
حتروح اولا لمحل الواح طاقه، محل الالواح الشمسيه، حتسال على منظومه مناسبه لاسره، تاخذ منهم تقول تدخل للمحل تقول له انا اشتري منظومه مناسبه لاسره، اشتري اولع فيها اربع لمبات وتلفزيون وريسيفر، حيكتب لك ايش الاشياء المطلوبه، كم لوح، كم قوته، كم امبير، البطاريه كم، الانفرتر كم. بعد كذا حتدور على محلات الطاقه الشمسيه اللي موجوده في صنعاء، تطلب منهم يوفروا لك هذه المنظومه يتبرعوا بها لصالح اسره فقيره. سهله ولا صعبه؟ بسم الله. صعبه؟ توكل على الله، نتوكل على الله، ما فيش حاجه صعبه. ايش تتوقع؟ اتوقع كل خير. المنظومه غاليه، شوف يعني الحاجات 100,000 ريال. هذا الخير ما تقصرش. جاهز؟ بسم الله. طيب مشاهدي الكرام، الان حنتحرك احنا وعامر الزعيم، حنشوف محلات الطاقه الشمسيه، هو يحاول يحصل لنا على المعلومه ما هي المنظومه المطلوبه، كم لوح، البطاريه كم قدرتها، كم قوتها، وبعد كذا نحسب لك النصف الساعة وتبدأ بالتحرك. جاهز؟ يلا بينا. اسمي عامر الزعيم، أدرس طالب في الجامعة اللبنانية سنة ثالثة. طبعا لما قابل طاقم السائدة حسيت أول شيء بشوية خوف كذا، لكن قلت بقبل بحاول إني أواجه التحدي، وعرفت إيش السؤال وإجابته والحمد لله. ولما إن التحدي نجمع للبيت عبارة عن منظومة شمسية للناس فقراء، وإن شاء الله ببدأ أقبل التحدي، وإن في ناس أيادي بيضاء بتقوم تدعمني وهذا، وإن شاء الله نتوكل على الله. كيف حالك أمه؟ تمام. طبعا انا ما رحت الجامعة لانه معي برنامج يتحدى في نص ساعه، سالوني سؤال والان بدا استير راح اسوي التحدي ذا. التحدي ونشي دعواتك انها نتوفق ان شاء الله. عامر الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وصلنا الآن هذا المنطقة اللي فيها الألواح الشمسية، أغلب تجار الألواح الشمسية هنا. المطلوب منك الآن تسأل لي التجار عن منظومة مناسبة لأسرة يشغلوا فيها أربع خمس لمبات، تلفزيون، ريسيفر، تجيب لي المعلومات، بعدها نبدأ نحتسب الوقت وتنطلق في المهمة. تنفذ المهمة تأخذ 100,000، ما تنفذهاش أنا أخذ 100,000. ليتك تخسر اليوم. إن شاء الله خير. ايش تتوقع؟ والله اتوقع كل خير. طيب ما بنبداش نحسب الوقت الا بعد ما تجيب لي المعلومات، تمام؟ تفضل. مهندس هيثم، بدايه صباح الخير، كل سنه وانت طيب. انا عايز منظومه شمسيه، ايش المعايير اللي لازم اركز عليها علشان أحصل على منظومة تتلائم مع احتياجاتي، ما أتعرض فيها للخديعة أو للغش أو للخداع؟ بالنسبة للي ما طرحته فهو أول شيء يجب احتساب الطاقة اللازمة لتشغيل المنزل أو المكتب، تتحدد فيه احتساب كل جهاز كم يحتاج من الطاقة، بعد ذلك يتم احتساب الطاقة الشمسية المولدة من الألواح الشمسية، واحتساب على البطارية، واحتساب الأجهزة، حتى يتم توليف منظومة متكاملة لتشغيل الأجهزة لساعات معينة، ويتم واحتساب عدد الساعات، يتم في احتساب الألواح الشمسية واحتساب البطاريات، بالإضافة إلى احتساب قدرة الجهاز الخاص بتوليد التيار الكهربائي. إيش الأشياء اللي أنا لازم أحرص عليها عند الاقتناء؟ هل في معايير معينة؟ في معايير بالنسبة للبطاريات، لابد أن تكون البطاريات ذات جودة عالية، لأن هناك نسبة من الدورات الخاصة في البطارية، إذا لم تكن الدورات بالشكل المطلوب فإنها تتلف بشكل سريع جدا. الشيء الثاني، الألواح الشمسية يجب أن تكون ذات حساسية عالية للضوء، بحيث أنه لا تتأثر بالغيوم، تعمل لفترة ساعات طويلة جدا في النهار، يتم احتساب كذلك الكيبلات
الخاصة بنقل الطاقة من الألواح الشمسية إلى الأجهزة والبطاريات. هل فيه مسائل معينة لازم انتبه لها؟ يعني طرق للغش ممكن أنه أنا أتأكد منها، يعني طرق للتأكد؟ غالبيا لا 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 تستطيع، بسبب أن الأشياء تكون في خامة التصنيع، وأثناء التصنيع يتم تصنيع الأشياء بجودة أو يتم تصنيعها بطرق غير مناسبة. السلام عليكم، كيف الحال يا سالي؟ مرحبا زين. احنا نشتي نسوي منظومة خيرية لأسرة فقيرة. هذه المنظومة نشتي نشغل فيها 5 لمبات وشاشة وسيفر لمدة لا تقل عن 6 ساعات، فلا تكتب لي ايش المنظومة من ايش تتكون. 5 لمبات. ايوه. و عندك الليوات كم ولا كذا؟ بس عادي فلوت خليها 9 ساعات. 9 لمبات. 9 وات. وشاشة؟ الشاشة شوف على كلها على حسب. كم شحنة؟ على حسب. الشاشة هي تكون أكثر حاجة أعتقد هي سامسونج مثلاً. الله أعلم، هي سيفة فقيرة ما زين. أتخلي لو سامسونج مثلاً 4 8 48. والسيفة؟ لا عليك بيكون 20 وات مثلاً. إن شاء الله. هل تحسبها كذا؟ لا 57 77 شيء شغل 77 في اقل شيء 6 ساعات يعني كذا. انت تحسبين 9 في 5 زائد 4 8 زائد الواتية. انت الواتية تحولها للفولتية عشان تقيس كم معك. قسمة 12 قسمة 12 وتكون 9 امبير. 9 وصل 4 1. هنا أنت تجيب اللوح اللي يعبي لك هذه الكمية. اللوح البطارية. اللوح هنا حديد لك كم البطارية هنا 9 كل ساعة. كل ساعة 9 وشو؟ أنت كم ساعات بعدين شيء تشغل؟ 6 ساعات. 6 ساعات تضربها. 6 ساعات. أضربها بست ساعات. مثلاً في 6. يعني يمكن تعمل بطارية 60 بطارية 70 مثلاً 70 أمبير. أيه. بطارية 70 أمبير. بطارية 70 أمبير. أيه. هنا أنت تجيب اللوح اللي يعبي لك 70 أمبير. كم قوة اللوح تجيب؟ يمكن هنا نطرح لك اللوح أبو 150. اللوح 150 ماكسيمم يطلع لك 8.3. الآن شطربي 8.3 في كم؟ في الساعات الشمسية. 9 ساعات. هي أغلبها أنت بتحسبها 9 ساعات وقريبة الماكسيمم. أحيانا على الضوء تزيد أو تنقص. الظهيرة بتكون زيادة. وتكون في كم؟ في 7. يعني بيطلع لك مقارب إلا أن تزيد مثلا 8.3 في 9. طيب لوحه ب 150 7 وانت 4 ايوه. والانفيتر المحول والله على حسب الحمل. عارف نظام 12 بتكون نظام 12 يعمل محول صغير اكثر من يكون نظام 12 1000 وات. 1000 وات الكنترول. الكنترول بيكون 20 امبير. لا 20 امبير. 20 امبير. والاسلاك كم المسافه؟ في تقاس المسافة ثانية يمكن أن يكون لوح 150 بتكون 2 في 6. 2 في 6 يعني يقول الدور يعني كم بتكون؟ الدور بتكون 10 متر. 10 متر. أرسلك نخليها 15 صح؟ يمكن نخليها 15. نتفاعل مع الزيادة 15 متر. خلاص أوكي. كل شيء جالة. شكرا. قل لي ليش الكهرباء مهمة في حياتك؟ الكهرباء هي مهمة جدا بالنسبة للمنازل. أولا قبل كل شيء الإضاءة، ثاني شيء الغسالات، الثلاجات، حتى الكمبيوترات، حتى التلفونات، كل شيء على الكهرباء. أغلب الناس الآن إيش نوعية المنظومة اللي بيأخذوها؟ نظام إيش؟ إيش اللي ماشي معه؟ والله في ناس من هؤلاء المستضعفين الذي ما بيش معاهم بقش خيرات بيجروا نظام 12.
لوحة ب 100 وبطارية ب 50 ومفرق 10 ولا 20 ويمشي حاله، وبعض الناس 24 الذي يجوه مال الشيء يعني مرتاح ولك قدرة على عادي 24 بتكلف الله 200 250 ألف 300 شيء طبيعي. نسي نسأل عندك عن منظومة شمسية نسي نجيبها لأسرة فقيرة، بنحتاج نحسب كم نولى لهم 5 لمبات وشاشة وسيفة، فنحسبها كم إيش يحتاج أنا بطارية طبعا؟ نجيب لهم لوحة 150 150 أيوة، والبطارية؟ البطارية 100، منظم 20 20 امبير. المفرغ كم؟ والمفرغ يكون كم؟ ما رقم المفرغ يسمونه ب 1000 واط، منه 5 لمبات. والاسلاك؟ اسلاك بالنسبه للاسلاك يختلف على حسب الدور، على حسب المسافه. اذا حسبنا لهم دور؟ لا، بالنسبه للسلك الكبير اللي من الواحد البطاريه يحتسب من 2 في 6، فاذا كان على دور يعني يحتسبون على حسب تقريبا 10 متر. يعني خلاص 15 2 في 6، اللي هي 2 في 6. بالنسبة للتسليك الداخلي هذا بيحتسب على 1.5 ملي، بيأخذ على حسب الغرف اللي في البيت، يعني بيطلع لك على حدود 25 إلى 30 متر تقريبا. شكرا لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. كم بشير كيف الأمور؟ سألنا ذا الحين. أيوة منظومة أكثرهم طيب. الأغلبية كانت تشيل لوح 150 واط، يعني البطارية أغلبهم بيقول لك الأفضل 150 واط 150، بعضهم في البطارية يقول لك 70 إلى 100 واط. الانفيتر المفرغ كلهم اتفقوا على 1000 واط، المنظم 20 إلى طيب. 30، والأسلاك على حسب المسافة. طيب الآن أنت معك 3 عروض. أيوة اختار واحد منا. اختار أنت. اختار هذا الخير قديم. اختار لأنك حتتحمل مسؤولية اختيارك ولازم عليك توفره. هذا اعطيني التفاصيل. بطارية 70 امبير، اوكي، لوح 150 واط، اوكي، انفيتر المفرغ 1000 واط، والكنترول اللي هو المنظم 20 امبير، والاسلاك 15 متر. طيب اعطيني العرضين هذه حتجلس عندي ان شاء الله. العرض الاخير اللي انت اخترته هو هذا مهمتك اليوم، مهمة عامر الزعيم اليوم توفير التالي: بطارية 70 امبير، لوح 150 واط، الانفرتر 1000 واط، الكنترول 20 امبير، والاسلاك 15 متر. اول ما ابدا التوقيت هذه مهمتك، اذا قدرت تجمعها او اكثر رائع، بدل الاسره ممكن تصير اسرتين، ممكن تصير ثلاثه بحسب تعاون اصحاب المحلات معك. المشكله وين؟ اذا ما وفرتها ال 100000 حتطير، حترجع لعندي بالاخير. ما جمعتها انا اتمنى تخسرها. ما جمعتها بدي للخير، ماشي على الفلوس، ما جمعتها بدي للخير بسم الله. اكيد، لكن انا برضو مش عايزك تخسر ال 100000. تمام خلاص بسم الله، ولو انها بترجع لي، لكن برضو يعني الروح الطيبه عند عامر تخلي الواحد يتمنى انه يتوفق اليوم. اذا قدرت تجمع اكثر من منظومه جميل ان شاء الله، لكن اقل من منظومه هنا الاشكاليه ان شاء الله. تمام عامر، توقيتك نصف ساعه تبدا من الان، تفضل. مهندس مرتضى العريقي، بدايه صباح الخير، كل سنه وانت طيب. الطاقه الشمسيه في اليمن يمكن تمر بايامها الذهبيه هذه اليومين. قصة الطاقة الشمسية في اليمن متى بدأت؟ بدأت قصة الطاقة الشمسية من 2010 و 2011، وكانت على أساس إنها بديلة أو لعملية أو تقليص الدعم بالنسبة للديزل، ومن هنا جاءت فكرة تأهيل وإعداد شركات تقدم منظومة للضخ بالطاقة الشمسية، منظومة بالطاقة الشمسية بمكونات ومواصفات عالمية ودقيقة جدا، حتى تحمي المزارع نفسه من ايش؟ من ان
يستخدم أي وسيلة من وسائل منظومة الطاقة الشمسية قد تكون ذات مواصفات غير سليمة، وشكلت على أساسها في حين لجنة سميت بلجنة تأهيل الشركات التي بتقوم باستيراد منظومة طاقة شمسية لغرض ضخ المياه في المجال الزراعي. السلام عليكم، كيف الحال؟ احنا نسين مع الأسرة فقيرة منظومة شمسية، ولو انت حابب تتبرع اما بطارية او انفيتر او اسلاك. ايش اللي ناقصك؟ ناقصني هذا، اما البطارية او اللوح، بطارية 70 امبير او لوح 150 او انفنتر 1000 وات او اسلاك 15 متر. الكنترول جاهز؟ الكنترول جاهز. جاهز ايوه الكنترول. 15 متر. اديني يا سليم. اللي وصلت حق اللوح الشمسي. ايوه 2.6. خلاص انا بروح. يلا يلا شكرا لك. عرفني. معاذ عبد الرحمن صالح. معاذ صالح. معاذ، هل حياتنا تنفع الان من غير كهرباء؟ بالأول والأخير قدك شايف كيف الوضع، ضروري واحد يستخدم الطاقة البديلة يعني، فهي بتنفع للمستقبل يعني. بس حياتنا ممكن تمشي من غير كهرباء؟ لا بالعكس، بس بالشمس. يا أخي أجدادنا كانوا عايشين زمان على شمعة وقنديل وغاز، أمورهم ماشية. بس أنت عام 2016 فالوضع اختلف يعني، بس أعتقد إنه الشمس الآن هي البديلة يعني، الطاقة الشمسية. طاقة بديلة. انه واحد يجمع منظومه شمسيه في نص ساعه سهل؟ والله على حسب حذاقه الشخص يعني، فاذا كيف شفت قادر يقنع. كيف شفت عامل اقنع؟ ممتاز صراحه. ايش جبت له؟ كيبلات. السلام عليكم. احنا نجي نتبرع بمنظومه اسره فقيره، منظومه طاقه شمسيه، فلو انت حابب تتبرع بشيء فانتم باهل الخير. طبعا الاسلاك جهزنا والكنترول جاهز، باقي لنا اللوح والانفرتر والبطاريه. على طول ولا الله بعادي إذا شك جيبها زيادة عادي. كثير أنبياء ولا ست حبات كثير مجمع. تعتقد أنه الطاقة الشمسية والألواح هذه بديل مناسب للناس؟ بديل مناسب فعلاً، انقذتها الناس فعلا 100%، وهي مهمة جدا جدا جدا. تخيل حياتك انت شخصيا من غير كهرباء في البيت؟ يعني حياة ما بضبح، لان الكهرباء هو الاصل هو المهم. طيب الاخ عامر احنا تحديناه يجمع منظومة في نص ساعة، تتوقع يربح ولا يخسر؟ متوقع يربح، بالذات في شارع صخرة هذا، لان الناس متعاونين جدا معه. تعاونت معنا بعد طيت لمبات وطيت انفلتر. عامر الزعيم ما زال مستمر في محاولة إكمال التحدي، محاولة توفير المنظومة الشمسية المطلوبة منه، لكن هل هو قادر على إنجازها؟ الله أعلم. حنشوف الحلقة الجاية إذا كان عامر الزعيم حيربح ولا يخسر. تابعونا.